أكيد برشا منكم شافوا الحكاية متاع الشابة التونسية حنان الله يرحمها اللي قتلها رجلها في ألمانيا في ضواحي بون الألمانية، لكن المعطيات اللي اتنشرت في فيسبوك وفي بعض القنوات العربية زادة كانت ناقصة. بمحض الصدفة الخو الضحية الله يرحمها يكون أمي معايا في الفيسبوك وبعث لي قال لي راني انا خو الضحيه حنان الله يرحمها وراهو فما حاجات الناس ماهيش عرفتها والناس قاعده تنشر فيه معلومات ناقصه، مش ما نقولوش حاجات فما حاجات غلطه لكن اكثر شيء حاجات ناقصه. اليوم بركة باش حضر تقرير الطب الشرعي، باه قبل ما نوصل للطب الشرعي انا باش نحكي الحكايه دي بالديبيو. هو شجار بين زوجين لكن بيان سور ماهوش جديد، معناها موجود المشاكل من الاول. الديسكسيون ما بين الضحية وخوها قبل بكلكو زوغ بركة ملي تصير الجريمة قريتها، حسب الخطر وقالت له ديجا مشيت علمت السلطات انه راه فما خطر على حياتي راني مش بشي نطلب طلاق منه على خاطر ما عادش نجم نعيش معاه، وحسب الخطر نعرف اللي انا ينجم يضربني وينجم يعنفني، لذا مشيت راني علمت السلطات وقلت لهم اذا كان كلمتكم اجريوا لي. وجاء السيد القاتل رجلها قالت له راني هي ديجا بعثت له ميساج من العشيه وشفته ديجا الميساج، انا قالت له راني باش نحكي معاك في موضوع راني ما عادش نحب نعيش معاك ناقشوا. الروايه الاولى تقول انه طاحت معناها قتل غير متعمد عن غير قصد، لكن اليوم حضرت تقرير الطب الشرعي واتضح انه السيد اول ما بدا يضربها على رويريها وكبدتها وكليويها سبب الوفاه هو نزيف من الرئتين، لكن هي ما ماتتش ديكو، معناها ما زالت هي تغفق وماشيه تجري مسكينه باش تخلط على الباب يخلط عليها يخنقها من التالي ومن بعد يطيشها من فوق الدروج، وهذيك كيفاش جات الضربة اللي من راس اللوطة التالي اللي ملو بالكل ماشي في بالنا اللي هي ماتت في جرتها، لكن هي حقيقة ماتت عن من جراء النزيف اللي في الرئتين. المشكلة لهنا بعد تو نحكيو على حكاية العنف، لكن المشكلة الأولى إنه عندهم ولاد عمره عامين. سي القاتل بعد ما قتل الزوج هذايا مشى يكلم صحابه متوانسة في الحومة غاديكا وكلم الحماية على أساس أنه المرأة طاحت عن غير قصد وماتت. صاحبهم تونسي هز الطفل على أساس حتى يتكمل التحقيقات، توقف الزوج وتواك موجهة له تهمة القتل، لكن المشكل أنه السلطة الألمانية مش تسلم الطفل هذايا لشكون في ألمانيا، للصديق الزوج صحح ورقة انه يسلم ابنه الى السيد الفلاني. وقت اللي لهنا عائلة المرحومة الله يرحمها محروقين على بنتهم اللي توفيت واللي ما زالت حتى التواكة ما جاتش في صندوق واللي توفيت قتلا واللي كانت حاسة اصلا اللي هي في خطر وبعثت لخوها قبل بسويعات قليلة مساج تقول له راهو حاسة بالخطر وعندي لي ميساج وعندي لي كابتور ديكرون، هما مشويين على بنتهم هذه اللي الله يرحمها توفيت عمرها 25 سنه في بلاد الغربه باش ترجع في صندوق. والشويه الاكبر انه الطفل اللي عمره عامين معناها لا يزي امه توفيت بوه في الحبس ومحطوط عند صديق العائله، صديق العائله حسب اللي فهمت انه ماهوش ضد انه يسلم الوليد لحد من عائلتهم، جوست قال لهم ريقلوا وضعيتكم القانونيه واجراءاتكم وانا هاني لاهي بالطفل في الحبس والصون الى ان تسمح السلطات بترحيل الطفل. طلبي الاول وماهوش الاخير هو انه تبارتاجيو الفيديو هذيا لو ماكسيموم، ان شاء الله صوتهم يوصل للسلطات المعنيه، كل من سفاره قنصليه وزاره الخارجيه ما نعرفش شكون المعني بالحكايه هذه، لكن الوليد من حقه انه يتربى في وسط عائلته، يتيتم بالاحياء من ام وابوه ومش
مش معقول باش نكملوا حتى نقطعوه من عائلته، وعائلة أم وعائلة بو الاثنين موجودين في تونس. ثانيا طلبي الثاني هو كل امرأة تحس بالخطر، كل امرأة هز عليها نهار يد رجلها يده، كلك سوا دزها ضربها هكا عمل لها حتى جيست نتاع عنف اللي هي تراها انتم تراوها يمكن حاجة عادية، لكن اللي مش عادي اللي متعرفوهوش اللي هو يتطور، اللي يتجرأ باش يعطيك كف ولا باش يدزك، راهو يتجرأ اون دوزيام ايتاب باش يعطيك طريحة، وان تخوازيام ايتاب في وسط طريحة هذيك يظلم وينجم يقتل. دونك ما فما حتى سبب يخلي امرأة يمكن الله يرحمها حنان رغم اللي هي كانت حاسة بالخطر، لكن سيتي با اسي فاسيل باش انها تهز دباجها وتخرج ولا تتصرف في بلاد الغربة وحدها ما عندها حتى حد. لكن مش الناس كلها هكاكا، مالغري سا فما برشا نساء بجنبهم ضربوهم وبجنبهم دار خوها وبجنبها عائلتها الكل وما تتجرأش باش تحل فمها سوب خيتيكس تحت عذر واهي وابله وغبي انه المجتمع وانه بالك شي طلقني وانه بالك. هو هذايا ماهوش تشجيع على الطلاق ولا على الخراب، لكن تشجيع انك تحفظ قدرك وتحفظ كرامتك. اذا هو ليس رجلا كفايه باش يوصل يهز يده ويخبشك تخبيش صغير، ما فهميش علاش معناها باش تحشم ولا باش تحشم من شنو؟ باش تحشم خاطره هو ماهوش راجل؟ باش تحشم خاطره هو ماهوش متربي؟ اللي تربى واللي تربى على يدين امراه بالفم والملاي علمتو قدر المراه وعلمتو كيفاش راهي المراه يحطها فوق راسه في عينيه، وحتى كي تغلط وحتى كي يخص عقلها شويه وحتى كي تصغر عقلها شويه تسيب البلاده نتاعها ميسالش توسع بالك انت في الاخر عقلك رزين وراجل وكذا وكذا. هذيك هو الراجل. اما الراجل اللي عنده اي عذر في الدنيا باش يهز يده ويضرب امراه ضربه صغيره كبيره دزه من اي نوع، هذا ما مش راجل باش تكمل معاه حياتك. وياما مش كان حنان الله يرحمها، ياما نساء سكتوا من الدزة الضربة الطريحة لم بعديك لقاو رواحهم في الكفن. لطف عليكم الكل، لكن بالحق سي ان سوجي اللي ما نجمش نعديه هكاك من غير ما نتكلم، خاطر نعرف بوكو ديكزومبل وعرضوني برشا امثله نتاع نساء عايشه تحت الصباط غيان كو خاطر خايفه من نظره المجتمع ولا من نظره العباد واش يقولوا العباد. ما يهمكش فيهم العباد، وقت تاكل ريحه ما يجي حد يهز عليك، وقت تعيش انت في الذل راهو ما يراك حد ما يشوفك حتى حد. ان شاء الله ربي يظهر حق المرحومه حنان، وان شاء الله صوتها يوصل صوت عائلتها الكل يوصل، وان شاء الله وليدها يتربى في وسط عائلته اهله وناسه بعيدا عن اللي قتل امه اللي هو مالوريزمون بوه.